أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تدخل تركي في ليبيا يعقد الوضع ويهدد باتساع نطاق المواجهات في ليبيا إلى مواجهات إقليمية تمتد خارجها. وقال أن القادة المشاركين في مؤتمر برلين رفضوا ما تقوم به أنقرة، مشيرا إلى أن وثيقة برلين شملت 55 بندا وجميع ملتزم بتنفيذها. إلى ذلك أوضح أبو الغيط أن جميع الدول اتفقت على عدم التدخل في الشأن الليبي، لافتا إلى أن مؤتمر برلين تبنى رؤية الأطراف المشاركة لتكون الرؤية الدولية المتفق عليها.